أيها الإخوان، حديثنا معكم في هذه الليلة عن أخلاق الكبار، وإنما نعني بالكبار أصحاب النفوس الكبيرة الذين يحلقون عالياً ويترفعون عن الدنايا وسفساف الأمور، فتعلو هممهم عن الدوران في الوحل والحضيض، ويسمقون عالياً فلا يدور الواحد منهم حول نفسه ترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويعجبه المدح ويسوءه الذم، يقاطع هذا لأنه ذمه، ويحب هذا لأنه مدحه، ويعادي هذا لأنه جرحه، يدور مع نفسه حيث دارت، يرضى من أجلها ويسخط من أجلها، يحب لها ويغضب لها. فهذا صاحب نفس دنية، رضي بأن يكون مع نفسه في الهاوية، وحرم نفسه جنة قبل جنة الآخرة، وهي انشراح الصدر والأنس والسعادة التي تحصل بالترفع والعلو عن الدنايا وسفساف الأمور. هؤلاء هم الكبار الذين سنتحدث أيها الإخوان عنهم، هم أصحاب النفوس الكبيرة. ولا أعني بالكبار هم من تقدم بهم السن وطال بهم العمر، ولا أعني بهم من تبوأوا المناصب العالية وحصلوا الرتب الرفيعة، إنما أتحدث عن أصحاب نفوس كبرى وصدور واسعة، لا يلتفتون إلى أنفسهم ولا يقفون عندها، وإنما تعنيهم المصالح الكبرى للإسلام. فهؤلاء حري بنا أن نتحدث عن أخلاقهم وأوصافهم وأن نشيع هذا الحديث. فهذا الموضوع أيها الإخوان أطرحه لشدة الحاجة إليه، نحن بحاجة إلى مذاكرته، لأننا كثيرا ما نغفل عن هذه المعاني. فكم من خطبة قد فسخت، وكم من أسرة قد شتتت، وكم من محبة تحولت إلى عداوة، وكم من شراكة في عمل دنيوي أو في عمل دعوي قد تشتتت وتشرذمت، وكم من علاقات قد تقطعت أواصرها بسبب تدني النفوس، بسبب الوقوف عند حظ النفس، فيرضى الإنسان لأجلها ويغضب لأجلها. يكون الإنسان منتصراً لنفسه على أي حال كان، ولا يقبل من أحد أن يصدر منه تجاهه خلل ولا تقصير ولا نقص، وإن حصل شيء من ذلك فلا عفو ولا مسامحة ولا تذكر لصنائع المعروف القديمة وأواصر المحبة والروابط التي جمعت بين هؤلاء المتحابين. ينسى ذلك جميعا وينقلب رأسا على عقب، مبغضا شانئا لهذا الإنسان الذي تصور أنه تنقصه وأنه قصر في حق من حقوقه. لماذا هذا التدني أيها الإخوان؟ لماذا يجعل الإنسان نفسه بهذه المثابة؟ أقول أيها الإخوان، هو الركون إلى أصل خلقته ومادته الأولى التي خلق منها، وهي الطين. فالإنسان خلق من عنصرين اثنين، قبضة من الطين ونفخة من الروح. فإذا ركن الإنسان إلى أصل مادته وهي الطين، فإنها تجذبه وتشده إلى أسفل، فتتدنى أخلاقه وتسوء، ويصدر منه ما لا يليق وما يخجل العاقل منه إذا تبصره وتذكره. وإذا كسر الإنسان هذه الآصار والقيود والأغلال، حلق عاليا وارتفع وتسامى بأخلاقه، فتجاوز نفسه وجعلها خلف ظهره، فلم يعد ذلك الإنسان الذي ترضيه الكلمة وتسخطه الكلمة. يتجاوز هذه المرحلة، ثم بعد ذلك يتعامل مع الآخرين بصدر واسع وبنفس كبيرة، يتحمل منهم الصدمات والكدمات والأخطاء والعيوب، يتحمل منهم كل ما صدر تجاهه من تقصير في حقه الخاص. ولا يصلح أيها الإخوان لمن أراد أن يحصل المراتب العالية إلا هذه الأخلاق.